السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال على اي تي وين دوت جي اس، وده من شركة بنتلي. فزي ما انت شايف الموديل 3 دي موجود اونلاين، تقدر تدخل في اي لحظة. وفي هنا ان انا اقول له شو ماركر، تمام. كل واحدة من دول فيها معلومات، اول ما تقف عليها بيبدأ يقول لك المعلومات بتاعتها، تمام. فتخيل بقى كل الاجهزة اللي عندك وكل الوصلات، تبقى بدل ما انت عمال تدور على الدوكومنتس بتاعتها، تبقى كلها مجرد ضغط الزر تعرف كل المعلومات اللي انت محتاج ان انت تشوفها. وده فاليديشن تيبل في كل المعلومات برضو، الرول اي دي وهكذا. فالموضوع بيبقى فيه سهولة، ممكن تعمل فيت اوت، ممكن تعمل زوم على جزء معين وهكذا. طبعا في هنا امثلة كتير جدا، لو دوسنا هنا سامبلز هيبدأ يجيب لنا مجموعة كبيرة، زي مثلا انت تشوف المبنى 3D او 2D او جلوبال داتا او رياليتي داتا وهكذا، اتكلمنا عنهم قبل كده في فيديو سابق. ولو دخلنا هنا في الفيور هتلاقي حاجات كتير جدا برضه موجودة. لو دخلنا في اليو اي 3، لو دخلنا في الجيومتري سامبلز، كل الحاجات اللي احنا ممكن نتخيلها اي تي توين بلاتفورم. تقدر تعمل زوم وتقدر تعرف كل المعلومات اللي انت بتحتاجها عن إدارة المشروع أو إدارة المبنى.